تعرف أحبائي، الله اللي بيقدم الحماية، والله اللي بيقدم الرعاية، والله إله كل نعمة وإله كل بركة. في ناس بتبتدي كويس لكن بتنتهي برداءة. الملك الأول على إسرائيل الملك شاول كان متواضع، كان كويس، الكل يحبه ويغني له ويزغرت له ويرقصوا له. بعد شوي يتكبر، ولما ابتدى يتكبر وصلت فيه لحالة الرداءة، إنه أخيرا خلص قتل مع أولاده، وإنه الله رفضه ورفض ملكه، رفض مملكته. الله عينيه عم بتشوف كل إشي، والله عم براقب الكبير والصغير. أوعك تفكر إنه هاي معركة بين نزار وإنت، ولا بين مسيحي وبين مسلم، ولا بين مسيحي وملحد إلى آخره. لا لا لا، هي معركة محسوم الأمر. الله هو الخالق، له السيادة والسلطان المطلق على كل شيء في هذا الوجود. الله لابد أن يتمم إرادته، ولابد أن ينفذ مشيئته، سواء في الأبرار والأشرار لابد أنه يعمل كل هذا الشيء.